عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. في حفظ الله ورعايته مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تعلن انطلاقة شوطنا الثامن، هذا الشوط الذي خصص للجعدان، انطلاقة موفقة. هذا الشوط خاص للجعدان المهجنات الأصايل، ناخذ المركز الأول والتحدي الأول والسيطرة المليحة لسيد عبد الله بن مطر بن حاذا الاكتبي، بدأ يقدم الأداء الجميل والحضور المجرب على المركز الأول، بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام يتواجد في راهيل حمدان بن محمد بن سعيد الاكتبي على المركز الثاني. أما المركز الثالث أنا كالقادم مشاهدي الكرام على المركز الثالث يتواجد فيه الدرع المسلم بن حمد بالحرز إذن بن حريز الحرزوسي، بينما يتواجد على المركز الرابع اللي هو القادم سياف لسيد حمد بن هيام بن حمد العامري. على المركز الرابع والمركز الخامس يتواجد والقادم رعد سعيد الحمد بن هادي الأحبابي، والمركز السادس يتواجد الفاتن لمحمد بن عبد الله بن معضد النيادي على المركز السادس. هكذا ستة الأسماء، ونعود إلى قيادة الشوط وإلى المركز الأول. للذي للسبق مدوان له ضاع
نعود مع مليح، نعود مع هذا الحضور ومع هذا الأداء الجميل اللي على المركز الأول، مع أيضا تواجد مليح لسيد عبد الله بن مطر بين محمد بن حاذا الاكتبي، يقدم حضوره، يقدم تواجده على الصدارة على المركز الأول مسيطرا بهذا الأداء الجميل، واحد من الأسماء المقيدا المميزة والمرشحة مليح على الصدارة، بينما يتواجد رعد على المركز الثاني لسيد سعيد بن حمد بن هادي الأحبابي على المركز الثاني متواجدا بحضوره. المركز الثالث، شوف الانفراد مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني. المركز الثالث هناك اللي وصل في هذه اللحظة، والقادم مشاهدينا الكرام أركان لسعادة سالم بن راشد بن حضيرم الاكتبي يتواجد على المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز هناك أيضا. القادم اللي هو بالفاع الجو لمحمد بن سهيل بن عويضان، ولكن طار الجعداء المهجنات، طار مليح، طار على مقدمة الشوط، أغلع بالمركز الأول ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء، على هذا الانفراد، على هذا الحضور ليقدمه مليح 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 على المركز الأول، مليح على الصدارة. تابع يا متابع، راقب هذا الأداء الجميل، راقب هذا الحضور، راقب هذا الانفراد على الصدارة بلي أوامر، بدون أي أوامر. سلامي عليك، سلام سلام بو مطر، سلام، وشكرا، شكرا على هذا التفوق، شكرا على هذا الحضور، شكرا لابو عبد الله بن مطر بن محمد بن حاده، من يتابع من يراقب حضوري وتواجد مليح. قام راسه وينهي هذا الشوط راسه بهذا الفوز، بهذا الانتصار، لحظات وصوله الى خط النهايه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، شكرا شكرا شكرا، ما شاء الله على هذا الحضور، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، ما شاء الله. المركز الثاني لسعادة سالم بن راشد، المركز الثالث هناك من وصل فيه السيد محمد بن علي بن محمد العامري، والمركز الرابع لسيد محمد بن عبد الله. بالتوقيت 9:39.